اعتاد طه على التبضع من سوق النبي يونس في الجانب الأيسر من الموصل، وكحال أهل المدينة كان طه يعاني خلال شرائه احتياج أسرته من البسطيات العشوائية التي تغص بها أرصفة المشاتة. لكن الوضع هذه المرة كان مختلفا تماما بعد الحملة التي نفذتها بلدية الموصل برفع تلك البسطيات التي كان ينشرها أصحاب المحال التجارية على الرصيف. والرصيف هذا هو حق المواطن في السير، لأن الشارع هو حق السيارات، أما الرصيف فهو حق المواطن. فأنا أشوف هذه الخطوة الأخيرة التي اتخذتها البلدية في أن وضعت هذا الخط الأصفر حتى لا يتجاوز أصحاب الملات هي ظاهرة حضارية وتهدف في مصلحة المواطن، حيث أنه يستطيع أن يسير بحرية كنظام. هسا نظام حلو، ما بيشي النظام، بس احنا نطلب من الحكومة للبسطات يشوفوا لهم بكان رزق يسترزقون به. هاي الشباب اللي ما عدم منين يجيب حق الرصيف. حملة نفذتها بلدية الموصل تمثلت بوضع إشارة باللون الأصفر تبين الحدود المسموحة للتحرك خلالها من قبل أصحاب المحال التجارية في عرض بضائعهم. اليوم يجب أن تطبق قانون البلدية والقانون المدني في إدارة المدينة. لدينا خطة في تنظيم، وبدأنا فعلا بالشوارع العامة من خلال وجود خط يمنع التجاوز على الأرصفة، وستكون هذه الخطة في جميع الشوارع المدينة. هنالك عشوائية من خلال وجود البسطات الغير نظامية. أصحاب المحال التجارية في سوق النبي يونس والدركزلية وجراج الشمال اعتبروا أن خطوة البلدية تقييدا لأعمالهم، فهي قللت مساحة عرض البضائع للزبائن، داعين إلى اعتماد حلول وسط ومنحهم مساحة أكبر على الرصيف. والله هي شيء بالمعقول الواحد يعني ما يتجاوز على الطريق العام ولا فقد مرة هكذا. قلت المبيعات شوية طبعا، إذا ما تعرض المواطن شوية ما يشوف أبو شغلات يجي يسألك عليها. أكثر من 2000 بسطية عشوائية كانت منتشرة على رصيف شارع وسوق النبي يونس، تمت إزالتها من قبل مفارز البلدية بعد وضع إشارة حق الرصيف، فضلا عن الإبقاء على هذه المفارز لمراقبة الشارع لمنع التجاوز على حقوق المارة. دعوات انطلقت من نواحي الموصل تطالب البلدية والجهات الحكومية باعتماد الحملة ذاتها في الأسواق والشوارع الأخرى احتراما للقانون وحق المواطن في استخدام الرصيف. هيثم أحمد الحرة، الموصل.